الله يسلمك يا أست نصرة. كنت فين لحد دلوقت؟ كنت بهاوي على روحي من كف امبارح. شورتك طلعت اللي هي جوازة ميسة حت ايد قلبه نار. اهي قادت يا اخدي، بس ما طلتش غير عبايتي. لفندي عايز يصغرني في السوق يا نصرة. ويعني لو البت كانت باتت في فرشتك كان حيكبرك؟ ما انت عارف ان ده حيحصل كده كده. ولا عمره كان حيحصل، كان حيهر قلبه بس ويخلي سيرته في كل لسان، ولا كان حيقدر يؤمر ولا يجبر اي حد في السوق. طب اهدى اهدى يا معلم شويه، اهو بنت ليه وبنت ليه، واللي نفسه طويل بقى في الاخر هو اللي هيعوش. انت حاسبها ازاي بس يا ست الست؟ حاسبها ازاي؟ قرش رايح وقرش جاي يعني؟ لا، لو على القرش عندنا اللي لو كلنا ما يخلص. انما ده اسم يا نصرة اللي عايش بيه فوق الخلق، وبعد ما اموت هيفضل فوق الخلق. طولت العمر ليك يا معلم، اسمع مني. لا، اسمعي مني انت بقى المرة دي. احنا لازم نخلص ونشوف لها ناهية. الله، وانت محضر لي حاجة جديدة ولا ايه؟ هيحصل. وحياتك لا تفنوا صاحب ايديك. لا يا معلم، اوعك تقل عقلك، احنا اتفقنا نقهر قلبه ونجيب رقبته تحت رجلينا، بس ما اتفقناش نخلص عليه. كل وقت وليه اذان. يبقى تصم ودنك عنه وتسمعني بقى. لو كره يبقى هنفضل على حل، نضربه مره واتنين لحد ما نوجع قلبه، وهي العيشه بقهر ولا رميه التربه. يا لهوي، سافر فين وازاي يعمل حاجه زي دي من غير ما يشوركوا كده؟ برضو يا احمد توجع قلبنا عليك. لما هو سافر يا اخويا، البوليس اللي جه خدك ده كان عايز ايه؟ اخوي كده شكله سافر، طلع باسبور من بتوع الهجره الشمال. احمد، لا حول الله يا رب، ليه بس كده؟ انت لازم تتصرف يا سيد، لازم تعرف احمد فين ولازم تجيبه. بالهدوء يا اختي، هيتصرف ان شاء الله. امتى هيتصرف؟ امتى؟ احنا قاعدين وباصين لبعض ومش عارفين هو بياكل ولا بيشرب ولا بينام فين ولا في انهي بلد حتى. اخويا لو جرى له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتنا كلنا. هتلاقي اخويا يا سيد. ليه، واحنا عملنا له ايه؟ ضربناه على ايده ولا قلنا له ادفع صداع مستقبلك؟ اه كلنا ضربناه، بس على قلبه مش على ايده، لما خليناه يبعد عن البنت الوحيده اللي حبها في حياته. وانت يا سيد هنتو، هنتو قدامنا وقدام نفسه كمان لما خليته يطلقها. انت كسرته يا سيد. كفايه بقى كلام، كفايه. ما بالراحه بقى يا اختي، ما اخوه برضه زي ما هو اخوكي. اخوه؟ ولما هو اخوه مش عايز يتصرف ليه؟ سيد انت لو مش هتتصرف انا هروح لنصره، وهي اكيد هتعرف تتصرف. نصره؟ لا نصره ولا غيرها يعرفوا يجيبوه. وكفايه كلام بقى، انا مش ناقص. هو فين؟ هو انت يا سيد عارف هو فين؟ مش عايز تقول. اخوك في داعش. ارتحتي؟ الله الله، الشبح المصري سيد بوخارست، ده انت وحشني بالزاف والله. وانت كمان وحشنا يا صاحبي. اسمع، انا عايزك في مصلحه وقتي. عايز بضاعه جديده؟ لا، اخويا احمد اللي حكيت لك عنه زمان قلب عقله ومشي ورا اولاد الحرام لحد ما وقع مع بتوع داعش. داعش؟ تحكي جد بوخارست ده حصل؟ ايوه حصل. الامن بلغني ان هو اتلقط من لبنان على الحدود مع سوريا، ما قالش حاجه تانية، ولازم اعرف مكانه فين بالظبط. ليك سكه؟ كان لي حاجة وليها سكة، ما دام حط رجله بلبنان هجيب لك خط سايره. بس في الإنجاز، مفيش وقت يا بريك. أول ما أوصل لحاجة هكلمك، اطمن. ماشي يا صاحبي، في السريع. عملت كده ليه يا أحمد؟ معقول؟ أخويا أنا؟ الدكتور أحمد؟ اللي الكل كان بيحكي ويضحك عن أدبه وشطارته؟ يروح مع بتوع داعش؟ مين يصدق الكلام ده؟
الواد كان شايل في نفسه كتير، فضل يكتم في روحه لحد ما أذاه. استهدي بالله يرحمه وادعي له ان ربنا يرد العقل. ونهبها بالله، بس ده رمى روحه في النار بايديه. احمد حصل له كتير، الكل جه عليه لما غلط، مش بس كده ده حتى اللي حبها كسرته. يقوم يعمل كده مهما كان اللي حصل؟ هو بيعاقبنا يعني ولا بيعاقب نفسه؟ ما كلنا الدنيا جت علينا وداست، ادينا صابرين ومكملين ومستحملين، ليه يعمل كده؟ ليه؟ استهدي بالله يا بنت، رب الكبير وبيقف مع الغلاب. يا رب طمنا بأي حاجة حلوة. طب خلص معاه وكلمني. يلا سلام. ممكن بقى تطفي موبايلك شوية؟ طب والشغل؟ أنا الشغل. بقول لك إيه؟ الكلام ده ما ينفعش هنا. ده مكان أكل عيش. شوف دماغك وديتك لفين. أنا ما فكرتش في كده خالص. شكلي كده النهارده دماغك رايقة ومزاجك في العلالي. عشان معاك وحاسة إنك بتاعي لوحدي، وأي حاجة هطلبها منك هتنفذها لي. هدية صغيرة منك يا ابو خريس. مفيش حد بيطلب من حد هدية يجيبها لي. احنا غير اي حد، احنا بنحب بعض. نفسي البيبي منك. ايه؟ انا فاهمه غلط؟ ما بتحبنيش؟ مفيش حد بيحب حد قد نفسه. فوايا كده وصحصحي بقى عشان نرجع نشتغل تاني. دي قصاد دي، تحرمني منها هحرمك منه. انت بتضحك ليه؟ مش مصدق اني ممكن ارجعك زي ما كنت؟ انا مش بضحك عشان كده، عشان ده تنسيه خالص، ده بره ايدك. انا بضحك على موضوع البيبي وان انت عندك يبقى عيال وكده. غريه موجه، هو انت فاكره اني طرحي في الدنيا ولا اكمل الاسم واسم ابويا ممكن يبقى من بطنك؟ لا، ده انت لو اخر واحده في الدنيا مش هعمل كده. انت بتقولي انا الكلام ده؟ بقول لك انت الكلام ده عشان تفوقي، ما الوجع ساعات بيصحصح. هو انت فاكره لو جبت عيل مني ولا من غيري؟ العيل ده لو طلع في الدنيا ولا ام موجه الشايب هيعمل ايه؟ ولا انت عملت ايه كويس في حياتك عشان يبقى عندك عيل؟ عملتك وانت ولا حاجة. كبرتك وخليتك في السوق، وكان ممكن اخلص عليك زي كتير قبلك. عملت مين؟ انا محدش عملني، لا انت ولا اللي فوقك. انتوا صحيتوا من النوم لقيتوني في وشكم، ولا انت نسيتي؟ ما تتجننش يا ابو خريس. انت اللي ما تتجننيش وتخليها تهب منك. اسمعي النهي، محدش فينا ينفع يبقى عنده عيال عشان اللي عملناه في الناس ما يطلعش على عيالنا. روح هاتي كده صورة بنتك وبص عليها كويس وافتكري لما كانت في حضنك جرالها ايه؟ وانت وديتيها فين؟ وديتيها تحت التراب. مش هنعيده تاني.
ورحمة أبويا يا حسين.